الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبل ريق العدا المصلوبين في النار اتكلي على ربنا يا فهيمة يا بنتي وصلي وربنا هياخد بخاطرك. ده انا بصلي واصوم واتناول واروح الكنيسه واولع شمعه وبرضه ربنا ما بيسمعليش. لازم هيسمع يا بنتي لازم، عمر الخير ما يضيع ابدا. طب ليه ما بيسمعليش؟ هيسمع، مش عشان الخير اللي انت بتعمليه. امال عشان ايه؟ عشان ربنا بيحبك. بيحبنا كلنا يا بنتي، بيحب كل واحد مننا، مش بيحبنا كده كلنا شيلة بيلة. ربنا بيقول محبة أبدية أحببتك، يعني يا فهيمة ربنا بيحبك أنت بالذات. أنا بالذات يعني؟ أحيانا بنتصور إن ربنا بيحبنا زي ما بيحب الخلق كله، ناس ونبات وحيوان وكل حاجة، لكن لكل واحد فينا محبة خاصة عند ربنا. ربنا بيحبك وليه خطة وغرض مخصوص خلقك علشانه. خطة وغرض مخصوص؟ أيوة، المسيح قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ده صحيح، دي محبته للعالم. وقال كمان أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، يعني ربنا عايز لنا الحياة الأفضل دي. ولا حد حاسس يا ابني، ولا حد بيعيش الحياة دي، لأن الإنسان خاطي بعيد خالص عن ربنا، وأجرة الخطية الموت. يا ساتر يا رب. موت روح يا فهيمة، يعني ابتعاد، انفصال عن ربنا. بعد آدم ما طلع من الجنة ابتعد وانفصل وانقطعت علاقته بربنا. يعني لا هيتمتع بمحبته ولا بخطته. طب والحل؟ الحل في المسيح. المسيح جه عاش ومات وقام علشان يرجعنا لربنا. المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يعني اللي يجي للمسيح يتمتع بمحبة الله وخطته؟ تمام يا فهيمة. ويجي إزاي؟ يكلمه، يدعيه، يطلبه ويصليله بإيمان. يصلي بإيمان إزاي؟ تقولي له أنا محتاجة لك يا رب. أقول معاك؟ إذا كنت عاوزة. عايزة أوي أوي. يا رب أنا محتاج لك، أنا خاطي
حياتي كلها عصيان وخطايا. أشكرك يا رب، أشكرك لموتك على الصليب علشاني. أنا بصلي بإيمان وأرجوك إنك تقبلني وترحمني وتخليني ابن ليك. آمين. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. عندك حق يا رضا، أنا ابتديت أفك عقدي وأنسى همومي. أصل الواحد لازم ينسى وإلا يطهر. محدش واخد منها حاجة يا خارج، الناس لو عرفت الحكاية دي كانت روقت النجف. يا أخي الواحد بيبقى قاعد في أمانة الله، لا بيه ولا عليه، يبص يلاقي النجفة وقعت على نفوخه. أنت لو رابطها بجنزير حديد جامد مش ممكن تقع على نفوخك. ربنا يستر بقى وابوها ما يخشش في الخط. ابو مين؟ ابو النجفه. اديك عرفت اهو. اه عارفه، نخليها لك ضلمه يا فارس. زي ما يكون جبل وانزاح من على قلبي دلوقتي. روح وانا مطمنه. انا شايف انك انت يا بنتي تروحي على بيت ابوك الاول، وبعدين يبقى جوزك يجي ياخدك من هناك. وادي وصلك هنا اهو، جبته قبل ما يروح. مساء النور يا اهل النور. اهل النور. انت عليك كلام يا جنيدي. طب بص يا سي شاكر، وشوشه منوره صح؟ منوره صح يا جنيدي. يلا يا جنيدي وصلني احسن الدنيا ليلك خالص. اتفضلي. مع السلامة. شايفاك مستغرب. عندك حق، أنا فعلا حاسة بسلام وراحة جوايا عمري ما حسيت بيهم قبل كده. مرة واحدة كده حاسة إن في نبع مية صافي بيجري على الجمر اللي جوايا ويطفيه ويريح أعصابي اللي كانت هتتفرتك. نبع مية صافي ده نفس الكلام اللي بيقوله سيداجي بالظبط صح؟ صح. يمكن مش عارف أفهمك اللي أنا حاساه، لكن أنا أول مرة من سنين طويلة أحس إن أنا مبسوطة، وده كفايه وربنا يديمه. اه يا ناري. مالك يا ستي؟ نار ايدك وجواي، نار جوا قلبي. ليه بس؟ بتقول ليه بس؟ انت عارف ليه؟ عشان ابويا يعني. خلاص خلاص يا سمير، نسيت دم ابوك، نسيت دم ابوك اللي كان سايق على السكه، نسيت جثته المرميه والناس كلها عماله تتفرج عليه. اه يا ابني يا حبيبي يا حبيبي يا جمال، مفيش رجاله تاخد بطارك، دمك بيصرخ في الشرقانه النهارده، مفيش راجل ياخد بطارك، مفيش راجل ياخد بطارك. عايزه ايه ستي بقى؟ عايزاك تريحني، عايزاك تطفي النار اللي جوايا. هعمل ايه؟ هقول لك. خد يا حبيبي، خد بطار ابوك، خد بطار ولدي جمال، انتقم لابوك يا حبيبي. يا ايه يا جمال؟ ايه يا حبيبي؟ صلي واحدة عشان انام في السرير. ما ينفعش يا ابني، ما نقدرش نمشي لما يجي سفارك. انا مالي بقى اهي، انا عايز انام في السرير. يو يا جمال، قلت لك يا ابني اقعد في البيت وبلاش تيجي معايا. قعدت تزن وتعيط عشان تحرم تيجي معايا تاني. لا باجي، انا راجل زي زيك. طيب لو كنت راجل تعالى خبي دونام. يلا خلاص انام. جدع. بس تبقى تاخدني معاك كل مره. ابقى اخدك معايا. كلام رجاله. كلام رجاله يا ولي. نام. ايه
لا خلي عنك خالص يا ست ابراهيم، انا ما عملتش حاجه. مش كفايه اني نزلتك في الليل مخصوص؟ احنا خدامين. العفو يا جنيد، يا ريت كل الناس عندهم شهامتك. ابي بيسلمي لي على السيد الوالد عم شهد المعصراني، صح؟ الله يسلمك. لكن ما قلتليش ايه اللي جابك السعادة؟ اللي جابني جنيدي. انا عارف اللي جابك جنيدي، امال جايه ماشي. بس اكيد فرق جوزك طردك وقال لك يلا على بيت ابوك. مش بالظبط كده. ياه، مالك مبتسم قوي كده؟ على خيبتك؟ جرى ايه يابا؟ زعل المتجوزين العادي، هو في اتنين متجوزين ما بيتخانقوش؟ لا انت اكيد جرالك لطف في عقلك. ابدا يابا، انا عمري ما كنت عاقله وموزونه زي النهارده. بس انا عندي احساس جوه بحاجه، وانا احساسي عمره ما خيب ابدا. في الحقيقه يابا انا كنت دلوقتي عند عم ابراهيم وشاكر ونعمه وناجي، اللي قال لي كلام عمري ما سمعت عنه قبل كده. اكيد قال لك اتطلقي من فرج. ابدا يابا، ده بيقول كلام يشرح القلب. قال لك ايه؟ قال لي ان ربنا بيحبني. وده اللي شرح قلبك؟ طبعا يابا، تصور كده، ربنا اللي خلق الشمس والقمر والنجوم والبني ادمين دي كلها والشجر والغيطان بيحبنا انا، فهيمة بنت شهد المعصراني. اه صحيح، انت تيجي ايه من الكون ده كله؟ لكنه بيحبني انا، بيحبني كاني مفيش في الدنيا دي كلها حد غيري. يا سلام. ايوه يابا، وعرفني الطريق اللي خلاني بنت ربنا متمتعه بمحبته وبركته. ولما عرفت الطريق ده يابا بقيت مخلوقه جديده، عايشه حياه فرح وسلام وامان. وايه هو الطريق ده؟ الطريق ده هو المسيح، المسيح ابن الله الحي. المسيح هو الطريق. ازاي؟ ناجي بيقول ان ربنا لما خلق ادم حبه وعيشه معاه في الجنه، لكن بقى ادم لما كان من شجره معرفه الخير والشر انقطعت الصله بينه وبين ربنا وطرده من الجنه. طبعا، عشان عصى اوامره وكسر كلامه. ايوه يابا، الخطيه هي اللي بعدتنا عن محبه ربنا، لكن بقى لما جه المسيح شال عنا الخطيه على الصليب وما بقاش علينا دين. دين؟ هو احنا علينا دين؟ ايوه يابا، الخطيه. لكن الواحد بقى لما يتوب ويرجع ويامن بالمسيح خلاص ترجع الشركه والعلاقه تاني بينه وبين ربنا. يعني المسيح هو الطريق، المسيح بس هو الطريق لكده. وناجي بقى اللي قالك الكلام ده وخلاكي فرحانه؟ ايوه يابا، وصليت وحسيت كده زي ما يكون في حمل تقيل قوي انزح من على قلبي، زي الميه الساقعه على المفرد من الحر والعطش. بقولك ايه، اوعي تقولي الفرج على الحكايه دي، لا يطين عيشتك. لا يابا، هقوله انا ما اقدرش اخبي حاجه عنه. تبقى عبيطه، ده فرج شايل ناجي على دماغه وزاعق. لا يابا، انا عايزاه يجرب اللي جربته ويتمتع باللي اتمتعت بيه، ده جوزي واول واحد يهمني انه يعرف الكلام ده. ايوه بس فرج شراني. لا يابا، فرج طيب، هو صحيح كده من بره يبان شراني لكن طيب، هو كده جواه عطش، لكن لما يرتوي هيبقى زي الفل. ربنا يحقق لك مناك يا بنتي، ويحقق لي مناي انا كمان. وايه بقى مناك يابا؟ اخوك رضا ينعدل ويتصلح حاله ويبعد عن السكه السوداء اللي ماشي فيها. شفت فهيمة وشها اتغير ازاي وهي بتسمع الكلام ده؟ الحمد لله، روحت مدبورة الخاطر، زي ما يكون مسها سحر، حاجة لمستها غيرتها. نعمة ربنا لمستها، أول ما جت ربنا لمس قلبها وملاه بالراحة وبالسلام. حاجة غريبة فعلا. لا يا خالي، مش غريبة ولا حاجة، ربنا لما بيدخل جوه قلب الإنسان بيملاه بذاته وبنفسه وبشخصه. الكلام ده مظبوط. فهيمة بنت حلال وعمرها في حياتها ما عملت حاجة تغضب ربنا، إيه الجديد بقى اللي جد عليها؟ الإيمان يا نعمة، الإيمان بالمسيح. المسيح بيبقى جوه القلب وبيتحرك في الإنسان، تمام زي بولس الرسول ما قال: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يعني كان لازم تؤمن الأول عشان يحصل التغيير، حتى لو كان بتعمل أعمال صالحة. الأعمال الصالحة واجبة طبعا. ما هو علشان نتبرر ونتطهر من الخطية لازم بالإيمان. بولس الرسول قال: وآمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس. فالإيمان أولا، والإيمان هيجر الفهم،
والفهمة في جور العمل الصالح. أكيد يا خالي. يعقوب الرسول بيقول كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. وده بقى سؤال كان قالق نيقوديموس. مين نيقوديموس؟ ده معلم من كبار المعلمين في عصر المسيح، كان فريسي كبير. وماله نيقوديموس؟ في ليلة زي دي يا خالي والقمر بدر منور في السماء. يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. كيف يمكن للإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. كيف يمكن أن يكون هذا؟ أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فكرة صعبة قوي، يتولد بالروح، يتولد من جديد، ومين اللي يفهم الكلام؟ حتى على عالم دين زي اللي بتقول عليه ده اللي اسمه نيقوديموس، اكيد ما كانش فيه في الاصفار اللي درسها حاجه زي كده. فيه كتير، بس اليهود بيفسروا الناموس والانبياء تفسير حرفي، والحرف بيأيد التفكير. كل الحاجات اللي عن الروح دي صعبه قوي. والمسيح كان دايما كلامه عن الروح. المسيحيه كلها روحيه، ولاده بالروح، حياة بالروح، سلوك بالروح. ما هو الله روح برضه، وكل تعامل مع الله لازم يكون روحي. وقبول الإنسان للحياة الروحية الجديدة بيكون بالإيمان، الإيمان بابن الله. كل من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية. ما هو الإيمان برضه حاجة صعبة يا ناجي. لا يا نعمة، لازم كلنا نؤمن بالله. نعمة عندها حق يا خالي، الإيمان مش هو معرفة وإعلان إن الله موجود بس، لا، الإيمان هو إلقاء النفس على الله والثقة به وتسليمه الحياة. وده بيتم بخشوع وانكسار قدام ربنا، زي الفريسي والعشار مثلا. يا ريت تحكي لنا الحكاية بتاعت الفريسي والعشار يا ناجي. الاتنين دخلوا الهيكل يصلوا، واحد فريسي والتاني عشار. الفريسي وقف ورفع وشه وصلى وقال: اللهم أنا أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. أما العشار فوقف من بعيد، ما رفعش وشه للسماء، وانحنى وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطي، اللهم ارحمني أنا الخاطي. المسيح نفسه شهد عن الراجل الخاضع المنكسر قدام ربنا كده وقال:
أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. الإنسان المؤمن لازم يتضع قدام ربنا، لازم. اللهم ارحمني أنا الخاطي، اللهم ارحمني أنا الخاطي، اللهم ارحمني. هذا نزل إلى بيته مبررا، مبررا، مبررا. أشكرك يا رب، أشكرك. لا انا هروح احسن. اطلع يا فرج اطلع، قاطع دراعي ان فهيمه نايمه عندنا فوق. اطلع عشان يبقى الموضوع طبيعي قدام ابويا، ولا انت مش خايف من ابويا؟ ربنا يكفينا شر المفترين. امين يا رب امين. خشب يا صلب، يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب، عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب، عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب. اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان، بانت بشاير الربيع يا قلبي يا تايه ورا وهمك، ودع شقاك وقطع حبال همك، وارسم على صفحتك عصفور ووردايا، وزع بشايرك على القلوب واملاها من فرحك، الشر يكوي القلوب والنار يحرقها، والرب الشعور وخيره يرزقها، ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها، وهو يشبع كل اشواقها، يفرد جيبها.